صباح الخير بحلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأحد 20 آب. تقارير كثيرة رح منكون على موعد معها خلال الحلقة، أما ضيفتنا لليوم فهي الإعلامية الزميلة ميسم درزي، لنروح معها برحلة مع الأعلام والإذاعة واللغة والشعر من البدايات وحتى اليوم. إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا أستاذ غسان طقش. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. الحال العام بيكون طقس صيفي معتاد بسيطرة على الحوض الشرقي المتوسط. طقس متوعين لليوم الاحد، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط درجات الحرارة على الجبال دون تعديل يذكر على الساحل وبالداخل بالبع. نعم. بيتكون ضباب محلي على الجبال المتوسطة خلال الفترات المسائية لليوم وبالايام الجاية للتنايم الثلاثة. التنايم بيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر على درجات الحرارة على الساحل، تنخفض بشكل محدود على الجبال وبالداخل للتنين. ثالثة بتكون غائمة جزئيا دون تعديل يذكر على درجة الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل بالبقى مع تكون ضباب محلي كثيف على المرتفعات المتوسطة الصبح وبالليل للثالثة. درجات الحرارة متوقعين للسبت على الساحل بين 23 اليوم قصدك الأحد؟ عفوا لليوم الأحد بين 23 و32، التنين بين 22 و32، الجبال بتكون للأحد بين 15 و29، التنين بين 15 و28، بالأرز للأحد بتكون 16 و26، 14 و23 التنين. الداخل بالبقاع بتكون للأحد بين 15 و36، أما التنين بتكون بين 16 و35. الرياح السطحية بتكون متقلبة ضعيفة ليلا إلى غربية جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. الانكشاع جيد أي الرؤية على الساحل المتوسطة محليا على الجبال مساء بسبب الضباب. الرطوبة نسبية متوقعين على الساحل بين 50 و75%. حال البحر بيكون متردد ارتفاع الموج، حرارة المياه 30 درجة مئوية. اوكي، ميرسي، يعطيك العافية. يعطيك العافية، ميرسي، بونجور. بكره بنحكيكم لك كمان. صباح الخير جوال. صباح الخير لك للمشاهدين يلي عم بيتابعونا. رح نعمل جولة على العدد القليل من الصحف يلي بيصدر نهار الأحد بلبنان. اليوم الأحد إذن 20 آب، بنبدأ مع عناوين صحيفة الحياة. الجيش اللبناني يبدأ عمليات فجر الجرود لطرد داعش، حقق أهداف اليوم الأول وخسر 10 جرحى، وعناصر من التنظيم استسلموا لحزب الله في القلمون. مخطط اغتيالات بالكيماوي في ليبيا. نجل رفسنجاني رئيسا لمجلس بلدية طهران. غرفة عمليات في السعودية لمتابعة شؤون الحجاج القطريين. جيش أحرار العشائر يسترد مواقع في بادية سويداء. الرياض تستضيفه غدا اجتماع المعارضة السورية. داعش يتبنى اعتداءي روسيا وفنلندا. مطاردة إسبانية فرنسية لمغربي قاد هجومي كاتالونيا. مستشارون من إيران وحزب الله يشاركون في التخطيط لمعركة تل عفر. زعيمة الديمقراطيين ترحب بتسريح بانون، تفاؤل بترامب أقل عنصرية. وأيضا في الحياة، الرواية التي أطلقت شرارة التحرر من أمريكا إلى إيران، لوليتا المباحة، خمسينية لا تزال مثيرة للسجلات والرغبات. وبختم بعنوان أخير، تراجع أسعار الشقق يجمد استثمارات لبنانية. إلى المستقبل، فجر الجرود، الدولة قوية وقادرة. وحول هالعنوان أيضا عدة عناوين فرعية أبرزها: الجيش لا تنسيق مع حزب الله والجيش السوري، انتصارات واسترجاع 30 كيلومترا، أهالي العسكريين على نار الأمل، على منصات التواصل وحدك بتحمينا، تحية من الجرود إلى إسبانيا وكل العالم، دعم واسع الضمان الوحيد لحفظ الوطن. وبختم مع عنوان، او اذا فينا ننزل شوي بالصوره لنشوف خريطه بتفرجينا تقدم الجيش اللبناني بعمق بقعه انتشار الارهابيين. اذا هيدي الخريطه وثلاث صور تحتها، وحده للحظه استهداف احد مواقع الارهابيه، صوره ثانيه لقناصين من داعش تحت النيران، وصوره ثالثه لوحده من المغاور يلي عم بيلتجئوا لها الارهابيين. وبختم بقلم بول شاول ومقالته، اذا هول الصور الاربعه. وبختم مع بول شاول ومقالته لليوم بعنوان كلنا الكويت.
إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط، انطلاق معركة الجرود ضد داعش من محورين، الجيش هاجمه من لبنان وحزب الله دون تنسيق من سوريا. مركز خليجي أمريكي مقره الرياض لمكافحة تمويل الإرهاب. الحوثي يشكو ضعف الموارد ويتهم شركائه بطعنه في الظهر. دمشق تجمد دبلوماسييها اليوم لرسم السياسة الخارجية. غداة قتل لاجئ مغربي امرأتين في هجوم مماثل بفنلندا، إرهاب الطعن يصل إلى سيبيريا. أكد للشرق الأوسط البحث عن بديل دولي مسؤول فلسطيني لا مفاوضات ثنائية برعاية أمريكية. استقالة أعضاء 4 من مجالسه الاستشارية، مستشارو ترامب ينفضون من حوله. وبختم بعنوان أخير، الماجد صياد اللؤلؤ الإماراتي الذي وضع ماله في خدمة الكتاب. ومع هالعنوان نكون وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف، يلي منوجه تحية بختامها لكل عناصر الجيش اللبناني. إن شاء الله النصر بيكون حليفكن. نحن رح نتوقف مع بريك، نرجع من بعده لمتابعة أخبار صباح مع الأخبار الثقافية والفنية. خليكن معنا. ضمن المهرجانات يلي عم نشهدها، البعض من المهرجانات وصل لختامها والبعض الاخر بعدها مستمره فعالياته. امبارح كان في موعد مع الفنان وائل كفوري بختام مهرجانات الباترون الدوليه، رح نبقى شوي مع بعض المشاهد والاجواء من الحفل امبارح. نعم جوال، انت امبارح كنت حاضره بالمهرجان، شو فيك تخبرينا عنه؟ نعم. كيف كان لحسن حظي كنت حاضره بالمهرجان. شو بدي خبرك، اول شيء افتتح باغنيه للجيش اللبناني بتحيه للجيش على الحدود، ورجع كفى اغاني بين قديم وجديد والسدال الجديد هلا، وطبعا الصبايا منهارة على المدرجات وانت منهم والرجال تطلع بنسوانا انه شو عم بيصير معنا يعني، بس كانت سهره كثير كثير حلوه يعني. اوكي طيب، كمان من المهرجانات يلي بعدها مستمره واليوم بتوصل لختامها مهرجانات اهمش يلي عم بيكون لنا موعد سنوي معها، وايضا امبارح كانت امسيه جمعت الفنان صابر الرباعي وايضا الفنان توني كيوان. رح نشوف هلا شويه الاجواء يلي كانت امبارح، وبدي اذكر انه اليوم ختام مهرجانات اهمش والختام مع وائل كفوري. نلاحظ انه المهرجانات كلها من الجنوب للشمال قدمت تحيه للجيش اللبناني ولعناصر الجيش اللبناني من خلال اغنيات خاصه خلال هالمعركه اللي عم بيخوضها الجيش، معركه فجر الجرود. ايضا امبارح ضمن مهرجانات اهمج اذن مثل ما قلنا كان في موعد مع الفنان توني كيوان، ومن جزين ايضا موعد مع الفنان عاصي الحلاني يلي ايضا قدم تحيه للجيش اللبناني. بالمواعيد الاخرى وباقرب المواعيد وبرعايه وزاره الزراعه وبدعوه من منتجي النبيذ بجبل لبنان، مهرجان النبيذ لسنه 2017 بدا ب 18 الشهر ومستمر لمساء اليوم الاحد ابتداء من الساعه 7 المساء بباحه كنيسه السيده بغابه بولونيا. منتجو النبيذ في منطقة جبل لبنان لدعوتكم لحضور
اليوم ايضا ابتداء من الساعة 9:30 صباحا حملة تنظيف شاطئ وبحر منطقة الجمل بصور الممتدة من شاطئ الجمل وصولا الى حدود المحمية بدعوة من المركز اللبناني للغوص وبالتعاون مع بلدية صور ومحمية صور الشاطئية، والهدف اكيد استكمال عملية الحفاظ على الموائل المهمة للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض يلي بتزور بحر صور على مدار العام والتجمع بشاطئ الجمل. ضمن الأمسيات اللي بتنظمها جامعة البلمند موعد مع الفنانة منال سمعان وإلي معلوف بأمسية رحبانية بامتياز، أغاني لفيروز للأخوين الرحباني وزياد الرحباني بالإضافة إلى أعمال خاصة بالفنانة، والموعد اليوم الأحد الساعة 8 المساء. آخر مرة شفتك تذكر وقت آخر كلمة قلتها بالدورة 16 على التوالي رح تشهد بلدة الخريب الشوفية على مهرجان السنوي عدة محطات ثقافية وفنية بدأت يوم الجمعة الماضي ومستمرة لغاية يوم الأحد المقبل، واليوم موعد مع الفنان نقول الأسطى. والمجد معمرها بالعز مسطرها والمجد معمرها بالعز مسطرها علياني 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 عالريح منتظر مطرها والمجد معمرها بالعز مسطرها والمجد معمرها بالعز مسطرها على علياني. من المهرجانات إلى النشاطات وجمعية مارش اللي انعرفت بالنشاطات يلي بتقوم فيها وبتجمع من خلالها أهالي جبل محسن وباب التبانة اختارت هالمرة أنه يكون التقارب من خلال الرياضة، فرح نشهد بكرة على نهائي بطولة باب الذهب لكرة القدم برعاية قائد الجيش والسفارة البريطانية بلبنان. المباراة اللي جمعت 12 فريق من باب التبانة وجبل محسن نهائياتها بكرة التنين الساعة 7:30 المساء بملعب بعل الدراويش بشارع سوريا. بالمواعيد الأخرى رح نبقى بطرابلس يلي رح تشهد على نشاط فريد من نوعه وهو سوق للكتب. هالمبادرة أتت من عدد من الناس الهادفين لتعزيز القراءة بهالمنطقة الشمالية، ومجموعة من الكتب رح تكون حاضرة للبيع وللتبادل يوم الجمعة المقبل الساعة 4 بعد الظهر بورشة 12 بطرابلس. برجع للمهرجانات ومهرجانات اهمج يلي صاروا مثل ما قلنا انه كتار بينطروها، وصلت لختام فعالياتها لهالعام مع محطة ارتبطت بالمهرجان مع الفنان وائل كفوري. بتنظيم من الصليب الأحمر اللبناني مركز الناشئين والشباب البشرية وتحت عنوان دعمكن بيرجع لكم، موعد صار سنوي مع مهرجان فني الهدف منه إنساني لدعم الصليب الأحمر. برنامج منوع بيبدأ ب 23 آب مع الفرسان الأربعة لا يحيي الفنان ربيع الجميل تاني الأمسيات، ب 25 آب محمد اسكندر، ب 26 جورج الراسي، والختام مع الفنان ناجي القسطى ب 27 الشهر بساحة البلدية. وبنسمع من محمد اسكندر. جارتها سرقت لها مصة وكان ما بدخن من سيجارتها، قامت جارتها قلعت كنزتها قالت لها ليكي شو مسوي هون ويلي طلعوا السمر بجراح البيت يداوم سيلي تقلك يا بل على عليك السمر بجراح يا احمد.
هيدا إذن كانت جولة سريعة على المحطات السقفية والفنية. رح نبقى مع محطة ثابتة كل نهار أحد مع محطة غنائية من الزمن الجميل. اليوم رح نبقى مع أغنية سكبتلك دمعي بالكاس للفنانة الراحلة نهاوند. اسمها الحقيقي لارا عبدالله كيروز، وهي لبنانية الأصل، ولدت سنة 1926 بلبنان، انتقلت إلى العراق وأتقنت الفن البغدادي الأصيل. اشتهرت بخمسينات القرن الماضي بين بيروت، دمشق وعمان، ومن أشهر أغانيها يا فجري لما تطل. وتوفيت نهاوند ب 28 تشرين الثاني بال 2014 بنفس يوم وفاة الفنانة صباح، وما أخذت حقها إعلاميا حتى بوداعها الأخير. الحزن فرقوا ما بيني وبين الليل يا سكبت لك دمعي بالكاس، اشرب من دمعة عيني، اشرب من دمعة عيني، قم تكرم كل عيوني يا عيني. سكبتلك دمعي بالكاس، اشرب من دمعة عيني يا بابا، اشرب من دمعة عيني، وتكرم كل عيون الناس، وتكرم كل عيون الناس، كرامة عينك يا عيني، وكرامة عينك من المحطات الثابتة كل يوم أحد. اتصالنا مع الإعلامية وردة. صباح الخير. صباح النور جويل أند جويل. لدوبل
مرسي. أما اليوم أولى التحيات هي التحية للجيش، معه وحده أمان العيش. أما عن عناوين المجالس بالأمانات فأولا صمت بيج بن، ماذا لو صمت البعض بلبنان. عنوان آخر تعيينات حصرية لأحلام مستقبلية. وبين العناوين غربلة مرشحين، ماذا عن المتقاعدين. وفي الخاص رقصني دخلك. وعنوان اللقاء الشيعي الآخر مع الوزير السابق إبراهيم شمس الدين ضيف المجالس بالأمانات. إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق. شكرا أخبار الصباح. هلا موفقة، بنتمنى لك نهار شكرا. حلو. جوال بنرجع لعندك لحتى نشوف كيف تصير لليوم. مفروض تكون حركة سير هادية على الطرقات اليوم صباحا إلا إذا في أي استثناءات، وبكل الأحوال بنعرف تفاصيل مع المشغل الياس الحصان من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. مرحبا. أهلا، يعطيك العافية. ميرسي، الله يعافيك. تفضل. حركة السير حتى ساعة خفيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، بنبلش من مدخل الشمال لمدينة بيروت اللي هو نهر الكلب. حركة نعم. السير خفيفة بتضلها مكفية هيك باتجاه أنط الياس، أيضا باتجاه نهر الكلب أيضا بتضلها خفيفة وصولا الى الفورم. كمان حركة السير خفيفة حتى الصيفة. نعم. كمان حركة السير خفيفة. اما بالنسبة لبولفار سن الفيل على الالماظة حركة السير خفيفة باتجاه الصالومي ايضا خفيفة وصولا خفيفة جدا. الى جسر الواطي كمان خفيفة. اوكي. اما بالنسبة لمدخل جنوب المدينة بيروت اللي هو سبورت سيتي حركة السير طبيعية باتجاه الكولا ايضا طبيعية وصولا الى صائب سلان كمان حركة السير طبيعية. أما بالنسبة لمدخل الشرقي لمدينة بيروت اللي هو الصياد حركة السير طبيعية باتجاه أوتستراد الرئيس إيميل لحود أيضا طبيعية. أما العدلية كمان حركة السير طبيعية. أيضا بالنسبة لحركة السير لليوم أوكي. لابد من الإشارة أنه تسجل عنا خلال 24 ساعة الماضية 8 حوادث ناتج عنه 12 جريح للأسف. 8 حوادث؟ اي نعم. نسبيا مقبولة يعني ان شاء الله بنوصل للصفر، بس عادة بالويك اند ترتفع نسبة حوادث السير. مزبوط. ومنيح انه ما في قتلى، بنتمنى هالجرحى يقوموا بالسلامة. ان شاء الله ان شاء الله. اما بالنسبة لمخالفات السرعة الزائدة الرادار تسجل عنا 1173 مخالفة بال 24 ساعة الماضية. بنتمنى من جميع السواقين الالتزام بقانون السير وخاصة الاشارات الضوئية ووضع حزام الامان وعدم استغلال حركة السير الطبيعية من اجل السرعة حفاظا على سلامتهم. كما نطلب منهم يتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @TMC لبنان او على فيسبوك غرفه التحكم المروري لنفيدهم كل جديد عن وضع الطرقات. هيدا كل شيء حتى الساعه. يعطيك الف عافيه. ميرسي. شكرا لك. رح نتوقف مع بريك جديد، نرجع من بعده ونتابع اخبار صباح لليوم. خليكم معنا. صباح الخير، رح نتابع مع تقاريرنا لليوم. رح ننتقل من خلال هالتقرير إلى بلدة لبنانية مزنرة بألوان الطبيعة. هي بلدة دوما، هالاسم الفينيقي يلي بيعني الهدوء والراحة. دوما ومثل كل سنة بتنظم عشاها القروي يلي بينطروا الكتار من مختلف المناطق اللبنانية. بأجواء من الموسيقى والتراث والمأكولات اللبنانية استقبلوا أهالي دوما ضيوفهم. وبهالتقرير رح ننتقل إلى دوما ونتابع تفاصيل عن العشاء القروي السنوي. مشت عينك تغوير بر الاسهام وتكوير نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب وتروير. مشت عينك تغوير بر الاسهام وتكوير نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب. ايه بديك خاطري بشيرك ونفسك بعاشيرك بعلمي رضيك بشيرك وحبي وحبي الاماني حبي حكاني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا. ليلي بدنا نشرب كاس مع شعب دوما المضياف، اجتمعت جماهير الناس ودار البسط ودار الكيف. هالسهرة اش بدي اقول، قلبي عم يرقص عطول،
اهلا وسهلا بالاعلام فيكم وبجويل فطول. اهلا وسهلا باخبار الصباح. اهلا وسهلا فيكم بدوم. وصلت مع طيب خل يسهر اخرنا شوي بدوم اخبار العالم هيك كان الاستقبال بالبلدة اللي اختيرت بالسنوات السابقة البلدة الأجمل بلبنان دوما. وهي دوما بحد ذاتها هي غير قصة، مشان هيك العشا القروي وجودكم انتو ووجود الفيوتشر بيكون أحلى عشا قروي. قلنا يعني أنا من وقت ما قعدت بدوما شي 23 سنة كل سنة بيجي عشا قروي عبش بمشاوي عبموت عبخت شي كتير حلو بس بيقنوا هون غنم ومعزة وكل شي وبيذبحوا هون بدوما وبيبيعوا. إذا بتحب تدوقي إيه؟ دوما دوما سكر مقصر بيتك المعزة الكرم بوش الضيف. قالوا انه كلكم لازم تجوا تزوروا دوما لانه كتير حلوة وعن جد من احلى الضيعة مش لانه نحن من دوما لانه كتير يعني شي عن جد ما بيصير بغير ضيعة. ناس يلي قطعت مسافات كتيرة لتوصل نسيت العجقة نسيت المسافات البعيدة بمجرد ما وصلت إلى دوما حتى تتمتع بمناظرها الطبيعية نشاطاتها السياحية وتأسى الحلو من خلال العشا القروي يلي بينطروا الكتار من سكان البلدة ومن مختلف المناطق اللبنانية. جاي من أنطلياس وكل سنة بيجي أصحابي هون عايشين بدوما بحبها كتير للضيعة. أنا مني منها أنا ساكنة بإستراليا. أنه بصراحة أنه بيجمع أهالي دوما بكون في ناس اللي زمان مش شايفتين والأكل كتير طيب وكل شيء. من حطون وكل سنة بيجي على مهرجان دوما والعشا القروي لانه حضرتهم بيت السمور بيعزمونا. كثير بحبها اهلها كثير تهضوميين كثير يعني ضيعه بتعقد اصلا. بالقلب دوما حبيناها لو ما بنحبها ما عم نتعذب ونجي من الاشرفيه بيروت. هلا جايني بحب دوما انا اصلا حلو حلو جو حلو كثير ومرتب ونظيف والاهالي والاستقبال والضيافه. نحن جايين من سوريا من اللاذقيه لانه بيذكرنا بتراث المشرق العظيم اللي بيجمع ما بين العادات والتقاليد الحلوه. وناطرين بكره على بكره لنطلع نشوفها من فوق لانه كلها ارميد حلو. ونحن صحن بيت ابو سليمان من لمتين تحت الله بسنتين وهلا كثير مبسوطين انه قاعدين مع اهل دوما الكرام بحفل بيجمع بعاداتنا وتقاليدنا اللي شبوا وربيوا عليه اولادنا بالمغترب وعم بيمارسوه هون. Every year من 93 I've been here every year. بجيب العائلة you know من كولورادو اصلا من حدث بيروت. هذا اليوم من احد ايام الفرح. هالعشا القروي ومثل كل سنة بنظموا نادي دوما مأكولات موسيقى تراث باختصار حكاية وطن هالبلدة بتختصرها من خلال ناسها الطيبة تراثها الشعبي وطبيعتها الخارقة. والمميز السنة كان مشاركة الفنان زين العمر بلدة دوما العشا القروي والفنان جورج النخل. من الجبل من صوفر مجد البعنا منحب نجي عطول دوما بتجنن. أول سنة بيجي على العشاء القروي. كيف ملاقي الأجواء؟ رائعة كثير حلوة وبعدين صارت رائعة بوجود المستقبل. نحن أولاد الكورة عمي من أميون. أميون كل سنة بتجي لهون
بيكون في شيء غلط اذا ما جيت. يا مهضومي بتفاجئيني كل مره. اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله بتنبسطوا. يعني انا شهدت مجروحه بدوما باهل دوما بمهرجانات دوما. هلا قيتولي حلوه. بس دوما احلى حلوه مش احلى حلوه. يعني بتعقد بتسطل بتجنن. ما معقول احلى ضيعه بلبنان. بوزيتيف فايبس من اول الطريق مش معقول. انا بحياتي ما بحضر ابدا هيك قصص. ما بطلع لا مهرجان ولا شيء الا بس وقت بيجوا على دوما. عايل اسفل والشدايد والوارد من مكحشنا وعلى قصونه بيتمايل. اجواء عم تحلى وتتميز سنه بعد سنه لتستقطب اكبر عدد ممكن من اللبنانيين وحتى المغتربين. كل الضياع حلوه بس اسمحوا لي دوما احلى وحده. كيف اذا بالعشاء الكروي بتكون ولعانه؟ دوما يو ار بيوتيفول ونحن كلنا الك. وهلا رح ننتقل الى الشارع اللبناني وتحديدا الى بيروت لحتى نتابع اجوبه الناس على سؤال توجهنا فيه لكم خلال الاسبوع، وهو شو بيعني المثل يلي فيه تحت باطه سله بتنعره. مزبوط قلته؟ يلي فيه مسله تحت باطه بتنعره. ليش حسيت يعني من باري واصل امبارح؟ طيب اجوبتكم بالتقرير. اللي فيه مسله تحت باطه بتنعره، هيدا بيكون واحد عم يلطش للتاني حكي، عم يلطشوا حكي، وبيكون بيعرف انه هيدا الشخص هيدا الموضوع بيزعجه. قولي انت مثلا فلان سرق، هذا بتكون جارك حدك، ايه انا ما سرقت، هو لحاله بنط. اذا واحد بده يحكي شيء مثلا ومخباه، فهمت علي كيف؟ وحدا قاله شيء وصار يجاوبه بصير بحس انه هو لب ضرب، يعني هو عرفتي كيف؟ انه بصير بجادل كثير. المسله ما هي السله بقلبها مثل شوك. هيدي اللي بشكوا فيها الدخان. إبرة الخياط العوجة اللي بيساووا فيها كانوا زمانات اللحف. واحد بيكون على خلاف مع واحد تاني بده يوصل له الحكي تبعه، بيقول له يعني احكيك اني اسمي يا جارة. يعني بكون مثل الحشرة، اشياء انه ما له موضوع فيها، ما له خصة فيها، بتدخل فيها، بحركش من هون بيساوي من هون. هذه تحت باطه سلة بتنعنق. يعني كل واحد قصده شيء يعني بيقول لك اياه بيكون هو فيه. سله؟ المسله؟ هي السله. ما بعرف كيف بدي افسرها بس فهمان انا معناتها يعني. ما عم اقول لك شو. لا مش بالضروره يكون حامل سله. شان بتنعره؟ لا 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 مش مرق علي صراحه. اكيد الجيل ما بيعرفه بس لازم يعرفه، انا مع انه يعرفه. لما احكي شيء بطريقه غير مباشره بتعرفي حالك انه انت منصابه فيه، اوكي؟ فبتتضايق، بصير عندك يعني رده فعل. اوكي معناه انا ما حكيتك بطريقه مباشره. بحس انه انا باخذها من هالناحيه اللي تحت باطه السله بتنعره، بمعنى انه اللي حامل سله تحت باطه بياكل منه. يعني مثل انه اللي معه سله تحت باطه يعني مأمن انه هي خلص شقفه منه صارت لانه على طول معه حياكل منه على طول. يعني اذا معه سله مثلا بايده يمكن غير تحت باطه. المسله هي البلا؟ يمكن البلا. يلي بيكون عامل غلطه بس لك انا انه عملتي انه هالشيء بتقولي انت بتخافي انه انت عملتي، شو معناتها؟ يعني في تحت مسله بتنعرض. ما فهمت معناتها انه اذا في شيء بلا وعي الانسان موجود، اوكي، في حدث معين بخلي اللاوعي تبعه يطلع لبرا. ما بعرف. هيك بعرف، ما عندي فكره كمان ابدا. ايوه اللي بيشوكه تنقشوا، يعني اللي مسوي عيبه اللي مسوي شغله تنكشوا. اللي في تحت باطه مسله بتنعره، عامل شيء ومغمض عليه وما عم بيحكي بس بعدين تنعره. هيدا مثل حبيبي، مثل ابره مسله هيك تخيط فيها. ايه حياتي يعني بتنكزه.
ايه هلا شو في كلمة اليوم؟ ايه هلا زي كلمة وانا قاعدة ورخيطها. طيب كلمة بريك وبنرجع، تعي منى. ما بحب شعر شايب انا كثير، كنت بالاربعينات اللي بلشوا شعريتي، هلا بعدني بالطعش يعني بس انه بحب هيك، وعلى طول بيسالوني عاملين لك اياه هون عند مين عملتيهم؟ بقول لهم انا طبيعي على طول، كل يوم كل يوم على بكره بقوم بغير كتابي وبلبق الاكسسوار وكله كل يوم، وانا مش ساكنه هون انا كل يوم بالسوق، انا من عبكره للساعه 4 كل يوم بشتري، كل يوم بروح على السوق وبشتري اذا لقيت شيء بيعجبني بحبه. رحت كروزنج 30 يوم، اخذت 30 فستان معي و30 قطعه اكسسوار و30 سكربيني، لانه بالباخره ما في وزن، تاخذي قد ما بدي ثلاث شنطات. ايه انا بحب كتير ضلني مرتبة وضلني مزبطة حالي. ميك اب لا ولا شي، ما بحب شي ابدا، ما بحط شي على وجهي، بحب دايما نكون سامبل من دون اي مكياج، بس لبس كتير بحب وبلبس برق وملمع والوان فاتحة فاقعة، الاسود الرمادي البني ما بحبهم، دايما الوان فرحة، الدنيا جمال. كل يوم عبكرة بروح بمشي هون، بمشي ساعة بلبنان. ايه شو لكين، انا بحب العربي كتير والدبكة ورقص العرب، وقد ما بدك برقص لك عربي. كلمة اليوم اهتموا بحالكم وتحكوا وابتسموا على طول. يطلع شي على راسك. أول سؤال شو بتسألينا إياه؟ اعتبريني ضيفتك. اتركوني نطلع على الهوا، ما عم بقول لك أنا ما بعرف شو بيطلع معي، أنا مرة تلقائية كثير. صرنا هوا نحن. لا عن جد؟ حبيبتي. بس ما أعطيتوني مي، أنا دغري من الشفريق. يلا لك مي. صباح الخير جوال، وصباح الخير لكل المشاهدين. أنا بالعادة بقول مرحبا وبطلع 6:30 المساء، فهلأ مغير كل شيء علي، وعي بكير غيرت توقيت. إيه لأنه منى سعيدون نقطة ضعفي، وهي الوحيدة في يعني بتشيئني بهالوقت هيدا وبتمون علي لأني أوعى بكير. بس أول شيء عملته أنه 5:30 وعيت عملت دوش لا صح صح، وانا حدا ما بيحكي مع حدا بس يوعى الا بعد ساعه، يعني صوتي ما بقدر احكي لي هيك شوي يتبرمج، فضلني بدي فتره لحتى احكي. وطبعا هلا انت تشتغلي كمان اذاعه جوال، صرتي تعرفي انه ممنوع تطلعي على الهواء قبل ما تكوني مهضمه اذا اكلي شيء، فقبل بساعتين ما بكون متناوله شيء من الاكل ابدا. كمان بونجور جوال. مزبوط. بدي اقول لك عم بتقولي لي شو بدي اطرح عليكم سؤال اذا قلبنا الادوار. جوال ما بعرف انا يمكن محتكي فيها اكثر منك جوال، اول مره انا بتعرف عليكي، بس ما شاء الله وشك بشوش وقريب للقلب. مزبوط كثير تلقائيه. انا كثير ما بحب الافتعال بشيء، بحب الاشياء تجي هيك بسلاسه. جوال اشتغلتي اذاعه، شو لقيت اختلف الجو عليك عن الشاشة؟ من أي ناحية؟ لأنه جمهور الإذاعة أول شيء غير، والتعاطي معهم تعاطي مضمون بحت، يعني بدك تتكلي كثير على المضمون قبل ما تتكلي على أي شيء تاني. بالتلفزيون بتعرفي هلأ صرنا عصر الصورة والميك اب والشعر والتياب، يعني لو ما قالهم الأهمية الكبيرة بس قالهم أهمية صار بعصرنا هلأ، بقى بدك تشتغل عليهم ممكن المشاهد يلتهي فيهم شوي. بالإذاعة ما في لهوة أبدا، لأنه كل التركيز على المضمون، على المادة اللي عم تقدميها، على صوتك. بس أنه ما بعرف، بالنسبة لألي الإذاعة صارت ملعبي، يعني عم بشوفك بالإذاعة.
هلا اوكي هلا اثنين بحب استديو كثير، بحب هالحميمية اللي بيني وبين الميكرو، مع انه انا يعني بعمل فول ميك اب وبيجي كاني طالعة على الكاميرا. خلص هيدي حسب العادة، ما انت اول ما بلشت هيك وضليتني ماشي بهيدا الاسلوب، يعني طلع الناس كاني طالعة على تلفزيون. بس انه بتحسي عم بيشوفوكي ميسم؟ يعني بيتخيلوا شكلك قصدي؟ هلا بيتخيلوا الشكل يعني انت وحده هالقد تكون بتحب تظبط حالها هي وجايه على شغلها حتى لو ما كان تلفزيون، يعني قديش بتحب علاقتها مع الناس جدا وبتحبها تكون حلوه. في شغله كثير مهمه انه انا ما صدمت حدا بشكلي، يعني صوتي لابق لشكلي. ايه هي بدي اسالك، عرفت علي كيف؟ بيقولوا لك يعني بيتخيلوك العالم مثل ما نفس نفس الشكل، ايه نفس انه في تناسق بين صوتي وبين شخصيتي بين شكلي حضوري. فحبيت انه ما حدا واو لا ليش انا كنا متخيلين شكلها غير كذا. سمرة بيتخيلوا؟ ايه لا مش في حدا تخيلني سمرة شعري طويل كتير، في حدا تخيلني شقرة، بس انه نفس هيك اغلبيتهم يعني. ايه بس مش انه ضعيفه هيك مفتفته، لا انه الي ايه في لانه صوتك ايه بلا يعني في حضور، لانه انا حدا عنده كتاف عراض، عرفت علي كيف؟ ف هلا حضرتك معروفة بالالو تبعك. بالالو كيف هلا إذا بدك تاخذي اتصال قولي لنا الو. الو ايه كثير حلوة. جوال كيف بتقول الالو أنت؟ مرحبا أنا بقول الو عاد الو. هلا ما بعرف ولا مرة ركزت، هلا رح تصير ركز من هلا وراح. بتعرفي عم برجع بتشوق للبث المباشر، لأنه دكتور كمان ريشار تا إنه أنا يعني انتقل للحوارات بس، علما انه طبعا لما بتستضيفي ناس كثير وانا الي زمان بقابل وبحاور، بس اشتقت للاحتكاك المباشر مع الناس، احكي معهم، اشتقت اقول شعر على الهواء، اشتقت لاشياء كثيره. فما بتعرفي هلا نحن مباشر وبعد شوي بتقولي شعر هيك، بس انه قليل طلعوني مباشر وانا مش حاسه. والصبح والصبح هي هاي مش عم تقطع. مثل ما قلنا انه سنوات كثيره خضتيها بمجال الاعلام الاذاعي، ما جربت شوي تفوتي على الاعلام المرئي؟ ما جذبني كثير لانه كان اخذ كل وقتي العمل الاذاعي، متفرغه له كليا، يعني انا حدا يعني ما فيني اعمل مليون شغله بنفس الوقت، بدي اعطي كل شيء حقه، فالاذاعه كانت اخذي وقتي وبعدها اخذي وقتي متفرغه لها كليا. بس انه ما بيمنع انه اطلع مقابلات اطلالات تلفزيونيه، بس مش انه يكون عندي برنامج ثابت. اذا بده يكون عندي برنامج ثابت اكيد رح اصير عبر الاذاعه، رح اصير وهي عشقي الاول والاخير. اوكي ميسم من بيروت، طل القمر بشهر رمضان المبارك، حوار من العمر، حوار الخميس، يعني شو بدي اعطيك سلسله من البرامج انا نسيتها. يعني انا اليوم منتبه كم برنامج بتعرفي؟ ما فيني احصيهم صدقيني جوال. شو انا عم بحكيك، كنت بلشت عمري 17 سنه، يعني اصغر نجمه اذاعيه بلبنان، وما كان فيها التعدد الوسائل الاعلاميه، كان في معروفين اذاعتين ثلاثه. ف ما وين بدي اتذكر لاتذكر، وانا حدا رغم انه حاضره على الهواء ببقى وجازي، بس الذاكره عندي بوظفها لمطارح ثانيه، مثلا رقم تليفون قليل ما احفظ الا اللي كثير بطلبوه، او صديقه مقربه جدا بحفظ رقم تليفونها، ما بحفظ ارقام تليفونات، تواريخ ما بحفظ. بس هيدا الشيء ضعف الذاكره، نحن اثنيناتنا من كمان قد ايه عن جد بحطك مواقف محرجه كتير. ليكي بتنحرجي لما بتسلمي على حدا و وبيعرف انك ما عرفتيه. لا انا بعرفه، انا الوجوه ما بتغيب عني، بس الاسماء بضلني بحكي معه لحتى اتذكر اسمه، ما بتذكر اسمه. هيدي بتحرجي. هلا المنيح انه في دراسه مؤخرا يعني قالت بينت انه اللي معهم ضعف بالذاكره او بينسوا كثير هن الاكثر ذكاء. لا لانه بيتذكروا بس الاشياء اللي كثير مهمه. مزبوط. لا مزبوط هاي الدراسه عن جد. او نحن عارفه هيك انه انا كثير ذكي عليك. اول مره طلعتي على التلفزيون، اول اطلالي لإلك اربكتك، شو كنت كيف تصرفتي؟ اكيد كنت ميتة رعب، صرت انا عم فكر انه ان شاء الله دقت قلبي ما ينسمعوا على الميكرو. ايه طبعا بعرف. وهلا
هلا بعد اكيد التي في له رهبه يعني، بس انه هلا صرت علاقت مع، لا انا شايفك مرتاحه كثير بسم الله عليكي. لا منيحه صار لي فتره بس كمان بضل في رهبه. انت جوال ما بقى عندك اياها للرهبه؟ لا انا مش رهبه انه بخاف من الكاميرا، انا بحب الكاميرا كثير، بتعاطى معها من دون كلفه. ما لما بتعشقي الاشياء الاشياء بتعشقك. ايه ف بس في بحس في مسؤوليه يعني كل أكيد يوم كل أكيد يوم أكيد. انه رهبه ما بتكذب حدا يعني. سنين طويله وبعدني لما بقعد ورا الميكرو اول هيك دقيقتين في استعداد يعني طبعا كأن. طبعا اكيد لانه في مسؤوليه والناس عم تسمعك. سألتينا لإلي أول مرة طلعت، أنت أول مرة طلعت على الإذاعة كيف كانت؟ شو صار لحتى وصلت لهال؟ الحقيقة أنا بعذر أي حدا بيغلط، لأنه ما في حدا ما بيغلط وخصوصا اللي مبلش جديد، ما في حدا ما أخطأ يعني أول ما بلش. بس بتذكر إنه أنا تلمست على إيدين ناس كتير مهمة وناس فارقت الحياة الله يرحمها طبعا رحاب مئاتي، تلمست على إيديها وكان امتحان كتير صعب مرقت فيه، درجت كتير لو وصلت لقدرت أخذ هوا، عذبوني تعذبت كتير يعني. أنا هلأ حدا قال لي تسجيل لا بليز حب الهوا أكتر، فلأنه عندي عقدة أنه أنا ضليتني سنتين سجل ما أطلع هوا ممنوع، لبعد سنتين لقالوا أنه أوكي خلص مجلسة مؤهلة تطلعي على الهوا. كيف كنت قبل هالسنتين وكيف صرت بعدهم؟ كيف بتشوفي حالك؟ كان بدي هيدا الامتحان لأنه خلص ثبتتي أقدامك وصار عندك ثقة بنفسك أكثر وعارفة كيف عم تطلعي شو بدك تعملي وحاسة يعني بالمسؤولية. هيدا الامتحان ميسم مرقوا فيه كل الكبار إذا في يقول، لأنه إن كان فنانين وإن كان إذاعيين وإن كان بيشتغلوا بالمرأة يعني مرقوا بهذا الامتحان يلي يعني للأسف هلأ منه موجود. أنا بقول يا ريت في حدا يعمل لي هذا الامتحان اليوم. اليوم للأسف هلأ منى سعيدون مش مقصر منى اليوم في استسهال فنيالو اللي بيشتغل تحت إيدين إدارة قاسية صارمة يعني أنتو نيالكم أنا بهنيكم على منى عن جد يعني بصير في نحت طبعًا كامل طبعًا الكاركتير طبعًا والشخصية المطلوبة بيصطل الموهبة والمضمون وكل شيء أكيد. طيب كنت عم تقولي لنا عن أول مرة طلعت فيها على الإذاعة لو تسجيل، شو كان البروجرام؟ تتذكري أول حلقة كيف كانت؟ كان توب 10 أغنيات وأخبار فنانين حتى بهذا الدومين كان فيها الأدى طبعًا اختبار طبعًا. أكيد أكيد كان اختبار كتير قوي وبتذكر أني بكيت كتير ايه بكيت لانه يعني الملاحظه تتوجه لإلك بقسى بحزم وانا صغيره بعدني بقساوي ف حساسه كانت. هلا لا ما انه دغري ببكي لا بس انه دمعتي سخيه انه حنونه بس انه ما بقى انه حدا هيك بهالسهوله يقدر يبكيني لانه مرقتي مراحل عمريه كثير قساكي الزمن شوي. طيب ميسم خبرينا عن اول لقاء حواري مع مين كان وكيف استعديتي له؟ اول لقاء كان مع رغب علامي وما كنت لوحدي، كنت انا وخيي الاعلامي الكبير فاروق درزي. فاروق مسلم عليه. ايه فما كان فيها الرهبه القويه لانه فاروق كان يسندني وفاروق هو السبب يعني انه جابني على هذا الدومين وانا كمان تلميذته بعتبر حالي لانه ما شاء الله عليه، مش لانه خيي بس فاروق عبقري بالكتابه والاعداد والبرامج. هلا مش بلبنان هو بالامارات بابو ظبي له 8 سنين قارب الامارات بحبوه كثير، نفس الضجه اللي عملها بلبنان عملها بالامارات. خي طيب وشو قصه يا بنت السلطان؟ بنت السلطان بتعرفي شو بكل مقابله بيطلع لازم تنذكر مع انه مر عليها 30 سنه لا في اشياء بتضل لان محفوره. راغب كان حابب نحن لانه كان في مسابقات على الهواء وكانت الناس تتصل فقلنا له اخترع مسابقه راغب فغنى غنيت يا بنت السلطان ليعرفوا مين صاحبها الأساسي ودخل اسمي فيها وانتشرت الأغنية بشكل مش طبيعي وكان في بالزمان كاسيتات وناس تبيع على العربيات وهيك كيف ما أبرم بالشوارع اسمع سعيدة يا ميسم سعيدة عملت ضجة مش طبيعية يعني إذا أول لقاء حواري وخرب الدنيا صار في كهيك شو خلينا لبعده؟ طيب اسمعي وقدم لقلبي بإيدي ويا يا يا ريت اوكي
سمعنا مرة أغبى علامة بس مش الأغنية مش بنت السلطان. نعم كنا عم نحكي عن الاستعداد يلي كنت فيه بأول حلقة. هلا ما بتحضري يعني بتكوني أكثر تلقائية بس أكيد بتحضري الملف والعناوين العريضة إذا فينا نقول. جوال أنا الضيوف اللي بستقبلها بيعرفوني أني أنا ما بحضر إلا الحوار اللي أنا بعمله 25 سؤال وبيتفاوت بين ضيف وضيف طبعا بالطرح لأنه في أسئلة ثابتة وفي أسئلة أنا برتجلها. هذا الحوار اللي بعمله له من تاريخ دخلتي على إذاعة الشرق يعني هي سنة 13 ولا ينجح برنامج بهالشكل كنت أقدمه مرة بالأسبوع وأطلع بقية الأوقات بس مباشر. فخلص خلينا أربعة أيام يطلع مع ميسم سميناه ونجح كتير. فشو كان السؤال؟ كنت عم بسألك أنه أنت بس بتحضري العناوين العريضة. بس لما بدك بقول المقدمة بكون كاتبة مقدمة تليق بالضيف وبرحب فيه وبعدين مندردش تقريبا مندردش شي 7-8 دقائق قبل ما اطرح عليه يعني بساله اشياء كثير من راسي ليفوت بالجو وكل ضيوفي بيكونوا مرتاحين معي يعني حدا بيكون شوي هيك مربك بتلاقيه تلاشى كل هالارباك وارتاح وبيقول لي انه خليتيني اقول شيء انه خليتيني اقول شيء ما بدي اقوله بدون ما انا اصر عليه او احرجه. بعرف كيف يعني مع الخبره طبعا صار عندك طريقه كيف تطرحي السؤال تاخذي الاشياء من الضيف بدون ما يحس تلاقيه هو عم يحكي هو عم بيفضفض هيدا البوح الجميل اذا بدك. بتعرفي هون كنت عم تقولي جو الاستوديو كمان بخليك يمكن تفيدها اكثر بالحكي بالنسبه للضيف تحس في حميميه بالاستوديو تبعك. لقلك شغلي انا من الاشخاص اللي ما عندهم عقده مخرج ما عندهم عقده استوديو ما عندهم خلص طالما في مقابلي ميكرو بنسى الدنيا الميكرو هو اللي بيوجهني بس انه انا ما بعرف اشتغل الا مع هالمخرج هيدا او انا اشتغلت مع ناس بلشوا جديد واعطيهم الراحه انه بليز ما تلبكوا حتى لو عملتوا اغلاط عادي طبيعيه انا مرقه ف ما عندي مشكله بشتغل انا بحبهم كلهم على كل حال كلهم بحبهم كلهم بشتغل كل معهم كلياتهم حتى انه يعني لما المخرج حتى لو مبلش جديد بيشتغل مع محترفه اوقات بيصير عنده شيء فجاه بيضطر يترك استوديو فبيتركني بيفتح الهواء وبيتركني لانه عنده ثقه انه ميسم ما في مجال يعني حتضلها تحكي على قد المسؤوليه يعني. طيب ميسم الاسئله الثابته شو هن؟ اعطيني كم واحد منهم. الأسئلة الثابتة لو خلقت مرة تانية على الحياة تختار الحياة اللي أنت عشتها اللي عم بتعيشها. هلا في ناس بيقولوا لك أنا بحبها بكل تفاصيلها بعيشها مع أخطائها، في ناس بتقول لك لا أنا بعدل فيها، في ناس بتقول لك ما بختارها أبدا، حسب كل واحد شو عاش بحياته. كمان في سؤال بطرحه إنه مع انه هو افتراضي طبعا انه لو قادر ترجع تحيي انسان فارق الحياه مين بتختار وليش؟ اذا نحن بعصر المعجزات مين ممكن يخطر على بالك تقابله تحكي معه؟ يختاروا شخصيات اوقات تاريخيه اوقات من الانبياء حسب كل واحد شو بيجاوب. في ضيوف بتفاجئك بجواباتها بتكون انت متخيله مثلا طبعا طبعا مثل مين؟ وإيجابيا أو سلبيا فاجأتك؟ ما تفوتيني أنا دايما أوقاتي حرام الضيوف ما تفوتيني بالأسماء أنا ما بدي فوت بالأسماء لأنه أنا ما فيني أعدلك شو استقبلت عالم وشو كانت شخصيتهم يعني وحضورهم طاغي ومفاجئ وقالوا شغلات أنا ما كنت بتوقعها وفي ناس عندهم جرأة مش طبيعية. طيب سمين لنا حدا أو موقف أو حادثة أو خبرية. مثلا بتذكر الإعلامية هي ما بوش جديد فاجأتني بجرأتها صراحتها قالت شغلات ما بتنقال ايه في ناس ما عندهم مشكلة في كتار كتار كتار. عملي لهم جولة برأسك لناخد بريك ونرجع نتابع من بعده. الشمس القادمة من بيروت محملة بحبك تزحف على الموج عاشقة وتخبرني أنك هناك تقول أنك لا تزال تجلس قبالة البحر
عيناك سابحتان مع الموج نحوي، تقول أنك تنتظر طويلا، تتحسسني قربك وتحكي لي الحكايات التي لا يعرف سواك أن يحكيها لي. تقول أنك تسمع قلبي وتقلب الأمواج فيه كما تهوى وترغب، وتسمع كل الكلام الذي يجول في خاطري. تصغي إلي من الضفة الأخرى للبحر وتتنهد. تقول أن المسافات التي تفصلنا لا وجود لها بيني وبينك. تقول أني هناك على الروشة على الشاطئ البيروتي الذي أخذ عقلي وقلبي. تقول أني مثل نساء الملاحم والأساطير القديمة أجلس على شاطئ متوسط مثلهن وأنتظرك، وأسمع التاريخ يروي حكايات نساء هذا الشاطئ فأسأل من يقول تقول لمن عم تتوجه. هذا الشعر للكاتبة الجزائرية فضيلة الفاروق، أنا كتير بحب أقرأ لها شو بتكتب، وصدقيني أنا وعم بأدي وعم بلقي بحس أنه أنا كاتبة هالكلمات، أنا بعيش الكلمة، أعشق اللغة العربية. ما بعرف يعني كذا مرة قلت لها لفضيلة ما بعرف شو بحس لما بقرأ شيء أنت كاتبتي، بعيشه يعني هذه الكلمات. أنا حدا رومانسي كتير وشاعر كتير، وحتى لما بكون أهلي الشعر وعم بسمعه بدمع بتأثر. فالكلمات هاي لأي إنسانة عندها رجل بحياتها، الرجل للرجل، فخيال المرأة ما تتخيل قد واسع، يعني هي بتعطيه صورة بفكرة بوجدانها. وينك من الشعر اليوم؟ اليوم ما قلت لك ما فيني أقول الشعر لأنه ما بعم بطلع بس مباشر، كلها لقاءات حوارية، بس ترجع تفتح شهيتي على البث المباشر. بدي احكي مع الدكتور كمان ريشة لنشوف شو بدي حافظة هلا شيء. لا ما بحفظ ما بحفظ. ما بتحفظي، بتقري؟ بقرا بس. بدنا انه عم نحكي ذاكرتك منيحة. لا ابدا. طيب من شوي كنا عم نحكي عن الشخصيات يلي فاجأتك، في شي مرة اتصال فاجأك؟ يعني غزل كثير على الهواء، فبطلت هذا المستمع كثير طلعه يحرجني. طب انه عم بيقول كلام حلو، انه ما فيكي تعملي كات على شيء، انه ما عم ياذيكي بس عم يتغزل فيكي. ف هذا شيء انا يعني بخجل من المديح، بلبكني. بعده لهلا طبعا بتلبك، بس حدا يعطيني اطراء يمدحني بخجل. طيب وكنا عم نحكي كمان انه من اول ما بلشت من وقت كان عمرك 17 لهلا بعده عندك نفس الحماس، ولا نفس مره حسيتي بملل؟ ابدا ابدا، وانا بشكر ربي وبحمده انه ما تسلل الروتين والملل على حياتي المهنيه. دائما عندي اندفاع، دائما ببقى متشوقه انا نازله بدي اطلع على الناس واحكي معها واعمل استقبل ضيفي، دائما عندي هالشغف. بحياتي ما حسيت بروتين ابدا او لا المهنه لانه بحبها. عم تعملي شيء بتحبيه، ولما بتعملي شيء بتحبيه بتضلي محلقه ما حدا قدك. شو حلو، كثير حلو. طيب غير الاذاعه وين وقتك؟ شو وقتك حياتك؟ يعني في اشياء كثير بعملها طبعا، بس كله بنظام. اول شيء ما فيني اعمل شيء الصبح ابدا لانه ما بوعى بكير. بتنامي مأخرة وبتوعي مأخرة، هذا اللي صرنا نعرفه. بس انه ست بيت بحاول قد ما في نظم وقتي، ما قصير. طبخ حضرتك؟ طبعا. عندي 4 اولاد شابين وبنتين. قولي لي كيف؟ الله يسلمك. فأكيد بطبخ مثل كل ست بيت، بنتبه للبيت، بدير البيت، كله بعمله عادي. يعني انا بالبيت بعيش حياتي طبيعيه كاي امراه متزوجه، بنسى حالي. بيسمعوك؟ بينتقدوك؟ اوقات بيعطوا ملاحظاتهم عائلتك؟ لا ما بينتقدوني ابدا. اللي بقلون بس بيسمعوني اكيد. طيب قديش
بتوجهيهم قدي بياخدوا برأيك تعاطي معهم كتير بهم بتلبي مناسبات مين أصحابك من الوسط كتير بهموا الرأي كتير بياخدوا يعني أنا أولادي من حدا يعني كيف بدي بيتأثر بوالدته من الشباب حتى البنات بياخدوا رأيي أكيد بيتأثروا فيي متأثرين بشخصيتي البنات كتير كتير متأثرين بشخصيتي بس ما في حدا اتجه للإعلام؟ بلا سارة بفترة اشتغلت إذاعة بس إنه ما كان في تركتها إنه رغبة وتعملها ما حبيت مارس عليها سياسة القمع لأنه كانت عم تدرس بزنس بعيد ايه بعيد كليا بس صوتها حلو مثل أمها يعني. لأنه من شوي أنت عم تقرأ شعرك عم قلك شو هالصوت يعني حبيبتي. فعلا هيك في فعلا منتخيل صورتك أول شيء ومنعيش الكلمات مثل ما قلت منفكر إنه أنت اللي كتبتيهم صحيح بعدين في خصوصية يعني بتحس انه خلص صار معروف صوتك في عندك هوية. خصوصية بنبرة الصوت بالبحة ايه ما في حدا بيسمع الا بيعرف انه انا ميسم درزي ايه اكيد خلص صار يعني في بصمة في هوية للصوت للشخصية مش قليلة يعني مش سنة وسنتين انه عمر عمر كونت صداقات اكيد بالوسط كلهم أصحابي كلهم أصدقائي بس ما في كتير كتير تواصل يعني تقتصر القصة على لقاء وأوقات تليفون مرحبا بالمناسبات من عايد بس أكثر من هيك لا وأنا ما حدا بيسر يعني تقريبا من أكثر من 15 سنة ما اتصلت لبيت إلا الشيء اللي كتير لازم أني يعني لبي لحكم عملي بس مش انه حدا بيروح بيلبي سهرات دعوات لا مع انه انا كثير اجتماعيه كثير بحب العالم ليه اخذت هالقرار مرقت فتره خلص مليت ما بقى احب السهر كثير الموسيقى كثير الضجه الضوضاء خلص في وقت مع انه بتنامي مأخره يعني ما بتنامي قبل التنتين ثلاثه ايه بس الجدو. مين قال لك انه انا ببيتي مثلا بعلي الموسيقى ما بسمع شيء ولا ممكن اسمع اغنيه حتى انه انت بالاذاعه كل الوقت عم تسمعي كل شيء بتوصلي على البيت دخيلكم رواق بس تسمعي راديو ببيتك لا هيك لا لا لا, لا. ما بسمع ما بتسمعي جوال يعني ما بتوعها ما في ايه يعني جوال تطلع بوقت انه انا غفيانه ايه وين عادي سابع نوم بونوي خبرينا معها هيدا دغري لا عن جد انه يلي بتحضر بتعود على نمط معين يعني يلي بعيش الليل بالنهار ونهار بالليل خلص بتعود على هيدا السيستم بفهم كثير منيح صحيح يعني خلص بصير مقلوب نهاره وما بتقدر تغيري بتنزعجي انا حدا كثير بحب النوم يعني يا لطيف من النوع اللي بحط راسي على المخدة دغري نمت يعني ما انه بضل ضميرك مرتاح يعني الحمد لله بس مش حدا بيفكر وبيفكر بقولوني يلا مجرد ماما بس حط راسي على المخدة راحت خلص نامت ما في حدا وحدا بيحلم كثير بحلم ويلا انه اي احلام ورا بعضها فيلم حلو بس اي بس اوقات بعصب ما بتذكر شيء اوقات بقوم فايقه انا عم بشرب قهوه عم بتذكر ولا منام او مبسوطه لاني تذكرت وبيكون حلو بكون منام حلو تعال مش منيح ما تتذكري طيب بعد كان بدي اسال شغله تحت التيفي ايه علاقتك بالتيفي في اشياء يعني بتجذبني في اشياء ما بحب اعلق ولا بحب احكي بس مش كل شيء بيتقدم يعني اني انا بتابعه لا 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 بس في مسلسلات دراما لبنانيه اوقات من وقت لتاني طبعا بتابع قلت لك بحكم شغلك بدك تقابلي ممثل ممثله بدك تكوني متابعه اعمالهم بعد في شي شخصيه حابه كنت تستضيفيها وما قدرتي لها هلا بخبرك شغله انا استقبلت نواب وحكينا شوي سياسي بس عبالي اعمل لقاء انا هيك تلقائي مع رئيس الوزراء عن جد ما بعرف رئيس الحكومة ما بعرف ما جربت عبالي فوت هيك لجواته للعمق كإنسان مش كرجل سياسي ما بعرف قلت لك انا ما بترك حالي على سجيتي معه لا بس انه وقت تحطي براسك شخص معين بيكون عبالك تستفسري منه موضوع معين هلا هو برجه مثل برجي حمل وفي كتير شخصيات حمل يعني بعرفهم مين هن مين برجهم الحمل وكذا فبحس انه هيدا كل واحد برجه بيفهم الشخص طبيعه شخصيته ولا مره قبلتي قبل؟ لا لا ولا مره ما سيقبت ما سيقبت طيب قولي وجهي له دعوه دولة الرئيس انا بدي ادعيك للقاء اذاعي بس اكيد مش رح تجي علي اذا حتجبرني سجل اكيد وانا حكون سعيده اني روح سجل لك
وعبالي التقي فيك مباشره. بدي لك الله يحميك. وكيفك توجهي تحيه للجيش اللبناني اللي هلا عم بخوض اصعب المعارك؟ تحيه كبار واجلال والله يحميهم. لك تش بدني بليز. انا كمان تش بدني. الله يحميهم، الله يحميهم ويقويهم. كفينا بقى. كفينا ميسم. نحن بنشكر حضورك معنا حبيبتي، كان كثير سعيد اللقاء معك عن جد. يعني انا مبسوطه انه ذهني كان منفتح ومرتاح. اهلا وسهلا فيك، يعطيكم العافيه. رح نختم مع هالاغنيه. اوكي. واسع يا ابو السيف القاطع، ملعب خيلك واسع.